بمشاركة أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة العاصمة الإدارية الجديدة احتفالية كبرى بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، أطلق خلالها وزير الشباب والرياضة مبادرة صيف شبابنا. النهاردة الحقيقة احتفالية شباب مصر، وزارة الشباب نجحت على مدار الخمس سنوات ان احنا نطلق مبادرات. احنا وضعنا الخطة الوطنية للشباب والاستراتيجية الوطنية للشباب اللي بيها نزلنا لكل القطاعات على يعني مدار جغرافية مصر كلها وتقسيمها السكاني، كل ده تعاونا كمان مع قطاعات اخرى كتير قدرنا ان احنا نحط ونبلور افكار الشباب في قطاعات، وكل مجموعة شبابية شايفين ان عندهم مبادرة الحقيقة اسسنا ليها كيان مبني على ادارتهم لذاتهم. وتضمنت الاحتفالية عروضا فنية ورياضية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية للكيانات الشبابية لتشجيع الشباب على المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع. اتغيرت شخصيتي حاجات كتير، طبعا عرفت ازاي ان انا اتعامل مع شخصيات مهمة، عرفت ازاي ان انا انظم وقتي اكتر، ازاي احدد اولوياتي، اشوف انا محتاجة ايه واعمله. استفدت كتير حقيقة، يعني سواء كسوفت سكيلز اتعلمت اتكلم مع الناس، اتكلم اكتر عن المشروع، افهم ثقافات جديده، اتعامل مع ناس اكتر، فلا استفدت كتير جدا من المشروع. شايفه ان هو بيجهزوا الشباب ان هم يكونوا قيادات بعد كده في المستقبل، ده بيدعمهم كويس جدا، وانا شايفه ان هم كده بيجهزوا الشباب لحاجه كويسه جدا في المستقبل ان شاء الله. العمل التطوعي غير فينا حاجات كتير. دلوقتي انا عايز زي ما احنا شايفين الصرح اللي بيحصل ده كله، في شباب متطوعين هم اللي بينظموه. كما تم استعراض دور الدولة في دعم الشباب والكيانات الشبابية المختلفة في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض كل كيان لدوره في تنمية المجتمع. نفذ برنامج ضخم النهاردة مدته سنة مع وزارة الشباب والرياضة، هيكون دوره إن هو بيسكل وبيعيد تأهيل الشباب لدعمهم وتأهيل مهاراتهم لزيادة دخلهم. بندعو كل الشباب للمشاركة في برامجنا وأنشطتنا على مستوى الجمهورية، وبنوصل لكم رسالة، ابدأ وما تستناش وما تضيعش الوقت، والنهاردة احنا موجودين لبناء جمهوريتنا الجديدة. من مصر عمرو موسى.